مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي برنامج باختصار. أحيانا بنوصل لمرحلة في حياتنا كده بنحس إن احنا مش عارفين نفكر في أي حاجة، بنفكر بكل حاجة بطريقة سلبية وبأسلوب غلط. عندنا أهداف كتير في حياتنا بس مش عارفين الطريق الصح اللي احنا بنمشي عليه، إزاي نفكر صح مش عارفينها، والفترة دي للأسف بتخلينا نقع في لعيوب وكسور ذهنية وفكرية، وعايزين نفكر صح ونعرف ذاتنا عشان نعرف نحقق أهدافنا اللي احنا هنمشي عليها. تعالوا نتكلم بطريقة أوسع وبطريقة أكبر مع ضيفتي النهاردة اللي مشرفاني، الدكتورة زينة زايد. شرفتيني. أخصائية العلاقات النفسية العلاقات الإنسانية والتربية. شرفت بيك يا نانسي، وانت ما شاء الله مذيعة شاطرة جدا حبيبتي، ربنا يخليك. معاكي النهاردة انا مبسوطة بيكي النهاردة. طيب خلينا نعرف الاول، ليه احيانا كتير بحس ان انا مش فاهمة نفسي، مش عارفة نفسي، مش عارفة افكر صح ليه؟ تمام. اولا الموضوع اللي انت اتكلمتي النهاردة ده موضوع مهم جدا أكيد. وانا بشوف انه الموضوع ده يا نانسي يعني ستيب 1 اي حاجه ثانيه، يعني حتى قبل ما نقول نخطط لاهدافنا ازاي او نعرف نعيش حياتنا ازاي او لازم الاول اعرف نفسي، او يبقى عندي حاجه كده اسمها الوعي الذاتي. الوعي الذاتي يعني هي يعني ايه وعي ذاتي يا نانسي؟ يعني اعرف نفسي ازاي بمميزاتها وعيوبها بطريقه فيها جوده عاليه. نعرف نفسنا يعني. ايوه يعني اعرف نفسي، ما انا عارفه يعني ما هو اول ما يعني ايه ما انا عارفه، ما انا نانسي مثلا واسمي كذا وبشتغل كذا. لكن من جوه بقى الذات والشخصيه هو ده اللي انت هتعرفين عليه النهارده. برافو عليكي، ما شاء الله عليك، برافو عليكي. تمام، صح جدا. اتعرفي نفسك ازاي، انفعالاتك، شخصيتك، مميزاتك، عيوبك، بتحبي ايه مش بتحبي ايه، اللي بينثر انفعالاتك خليكي تغضبي، اللي بيحسسك بالسعاده، كل ده اسمه الوعي الذاتي، او معرفه اكتر حاجه عن مميزات او عيوب شخصيتك، اللي من خلالها يا نانسي نقدر ناخد ستيب 2 بقى، نعمل بقى الخطط والاهداف ونفكر بطريقه ايجابيه ونفكر بشكل صح. هو انك تعرفي نفسك كويس تمام، انك تبقي واعيه بكل تفصيله ليكي. والوعي ده طبعا ليه مستويات كتير جدا بنوصل لها، يعني احنا اول ما بنتعرف على الوعي الذاتي ده او بنعرف المفروض تتعرفي على نفسك ازاي ما بيكونش بالسهوله اللي احنا متخيلينها. لا طب ده امر احنا ليه صعب. طب احنا ليه بنحط خطط واهداف وما بنعرفش نوصل لها، او بعض الناس ما بتعرفش توصل لها؟ علشان الناس دي ما عندهاش الوعي الذاتي اللي يعرفها يا نانسي هي تنفع في ايه. يعني في ناس مثلا شخصيات يعني ناس مبدعه جدا وكرييتيف جدا، لكن يعني حركتها سريعه تمام، ومثلا يكون الحاجه اللي قدامها او عامله بلان على ان هي مثلا تشتغل في مكتب، حركتها سريعه، هايبر اكتيف يعني تقصدي؟ مثلا بيتحركوا، الناس اللي بتحب تتحرك يعني ما بيحبوش يقعدوا في مكان. أوكي. الناس كلها شايفه ان هو الراجل ده مثلا او البنوته الحلوه دي ما بتحبش تقعد في مكان، ويكون هي عامله بلان على انه ايه، على ان هي تقعد تشتغل في مكتب. طيب هو ده يليق مع شخصيتها؟ لا. طب ما انت قولي لنا بقى تمام. ازاي يليق مع شخصيتها وازاي ما يليقش مع شخصيتها؟ تمام. فعشان اعرف ايه اللي يليق معايا، ايه اعرف ايه هو اللي يناسبني، لازم يكون عندي وعي ذاتي بنفسي. الوعي الذاتي ده هو معرفه شخصيتي. انت بقى تقصدي نعرف ازاي نفسنا، صح كده؟ ايوه. طيب الموضوع مش سهل قوي ولا صعب قوي، هو الموضوع محتاج يعني اربع حاجات كده لو عملتيهم هتقدري تتعرفي على شخصيتك. الاول خلينا نتخيل ان انت قدامك حد عايزه تتعرفي عليه، حد من صحابك او حد من اصدقاء او حد شفتيه شخصيه قدامك وشايفه ان انت حابه يكون في بينكم لينك بعد كده او علاقه لطيفه، هتعملي ايه عشان تعرفي هو بيحب ايه وبيكره ايه وايه الحاجات اللي بتميزه وكذا، هتعملي ايه؟ انا كنانسي مثلا لا عادي هتكلم معاه، ولما اتكلم معاه ببدا اعرف شخصيته. هتعملي حاجه اسمها الحديث معايا، صح؟ أكيد. اول حاجه الحديث، تاني حاجه هتركزي وانت بتتكلمي معايا، صح؟ وهتاخدي بالك بقى وتسألي مثلا انت بتعمل كده ليه، صح؟ صح. ما بتعملش كده ليه؟ طب انت رحت، طب انت ايه العصير مثلا اللي بتفضله، صح؟ أيوة. يبقى اول حاجه بنعمل مع، لو بقى الموضوع ده ينطبق على نفسنا وبنتعامل مع نفسنا على ان هي شخص اخر عشان نعرفها كويس جدا. حتى لو طلعتي يا نانسي ان احنا لو جيت قلت لك قولي لي ايه المميزات اللي عندي، يعني قلت لك يا نانسي قولي لي انا زينه ايه المميزات اللي عندي، زينه انت كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ عندك كاريزما وحضورك حلو. فلما تيجي بقى انا اسالك نانسي قولي لي ايه المميزات اللي نانسي، هنفكر شويه، صح؟ يبقى اول حاجه محتاجين علشان نعرف نتعامل مع ذواتنا او وعينا الذاتي نتخيل نفسنا شخصين. اوكي. اول حاجه نتخيل نفسنا يبقى شخصين. احنا اول حاجه ان احنا نتخيل نفسنا شخصين ونوجد بيننا زي ما قلنا بقى بين انت والشخص التاني حديث،
الحديث ده اسمه الحديث الذاتي مع النفس. يعني الواحد يكلم نفسه تقصدي، يعمل لقاء مع نفسه. أيوة. صح كده، اركز مع نفسي، اتعرف على نفسي، اركز مع نفسي. ايه ده يعني؟ هو انا ليه بنفعل لما حد بيقول لي كلمه معينه؟ هو انا مثلا لو حد قال لي يا قصيره هنفعل؟ لا، انا عارفه ان انا طويله صح، لكن ليه لو قال لي مثلا صفه تانية انا حاسه ان هي فيا بنفعل وباحبط وبتضايق؟ علشان هو افكر بقى، انا في الاول كنت بتضايق واسكت والانفعال يطلع وانا مش عارفه انا بنفعل اصلا ليه. صح، ما ده بيجي من عدم الثقه بالنفس. هو عشان انا برضو ما عنديش وعي انا بعمل كده ليه، فاهمه؟ انا هو انا ليه بنفعل في الحته دي؟ ليه ممكن لو حد قال لي على صفه معينه فيا انفعل؟ ممكن تكون عشان دي مساني، الحته دي وجعتني. لما ركزت عرفت ان هي عشان ايه مساني كده، دي اول خطوات الوعي، فاهميني؟ طيب اول حاجه عشان تعرفي وعي او يبقى عندك وعي بذاتك، بتتعاملي مع نفسك كشخصين، تمام؟ وبيبقى في بينكم حاجه اسمها حديث ذاتي، يعني انا والشخص اللي جوه اللي هو اللي احنا الاثنين دول بنتكلم مع بعضينا. زينة، هو انت انفعلتي هنا ليه؟ تالت حاجه بقى اسئله الفضول، يعني ليه انفعلتي هنا؟ فابتدي اركز، انا انفعلت هنا علشان اتقالت كلمه ضايقتني، ولما الكلمه اللي ضايقتني دي اتقالت حسيت ان هي بتمسني، فابتديت انا اعمل ايه؟ اتضايق وانفعل، فاهمه قصدي؟ اصارح نفسي. صح كده، اصارح نفسي. رابع حاجه بقى الاشخاص الثقه. الاشخاص الثقه، يعني انا عندي صديقه عندها يعني حد اثق فيه جدا، عارفه انه مفيش اي ضغائن تجاهي ولا مقفوره فيه مجامله كبيره، واسالها، او حد اختصاصي يعني متخصص في الحاجه، اساله بقى انت شايفني ازاي؟ انت عارف انا مثلا ايه اللي شايف مميزات بس الكلام عندي؟ دوت انا برضو برمي على اللي قدامي، انا عايزه انا كبني ادمه انا اعرف ازاي نفسي من غير ما حد يوجهني. بعد كام مره دي ستيب كام؟ ستيب 2 4 4 ستيب 4. احنا قلنا اول حاجه ايه؟ الحديث الذاتي مع نفسك، هو ده انت قلتيه. بعدين قلتي نسال حد، لا بعد كده اسئله الفضول. ماشي، ما كل ده الحديث الذاتي مع نفسك. ماشي، اوكي. يعني يقعد مع نفسه، عشان ابسطها للناس، دي اول حاجه يعملها. يقعد مع نفسه، يركز في كل تفاصيل هو بيعملها، يصارح نفسه بمميزاته وعيوبه، فكل ده قاعد مع نفسه. دي تاخد وقت طويل قوي، مش زي ما احنا متخيلين. اكيد طبعا بتاخد وقت طويل وبتاخد تدريب كتير قوي، فاهمه قصدي؟ يعني انا تخيلي انت ايه قاعده، وبعدين البني ادم عموما او الشخص اللي ما عندوش وعي شويه او لسه بيبتدي يتعلم مهارة الوعي الذاتي، قعدته مع نفسه عزيزة، يعني ما بيقدرش يقعد فترات طويلة، فكبيره قوي دقيقتين ثلاثة وهتلاقيه اتخنق وعايز يقوم، فاهمة؟ طب عندك يعني تنصحيه نصيحة الشخص ده انه يعرف يقعد مع نفسه فترة أطول ازاي؟ لا، احنا بنبتدي أي مهارة بسمول ستيبس، يعني ايه؟ بخطوات صغيرة جدا. أوكي. يعني أنا دايما بقول عشان تتعلم مهارة أو تتعلم أي حاجة، أوعى تبتدي مثلا أنا هقعد مع نفسي وبكرة هكون قايل لك كل المميزات وكل العيوب وإيه اللي ممكن أقدر أعمله. ما تجيش مرة واحدة. مفيش أي حاجة بتيجي مرة واحدة يا نانسي، ولو حتى جت وابتدي نقلل شوية منها بتحس بإحباط. أكيد. طب ليه ما نبتدي سمول أو بخطوات صغيرة جدا جدا؟ يعني إن أنا أقول لنفسي أنا هقعد دقيقة واحدة مع نفسي، لأنه خدي بالك، لأنه فكرة إن أنت تقعدي تركزي طول الوقت مع نفسك ده برضه مش صحي قوي. أنت محتاجة في الوقت، يعني في وقت معين او في وقت انفعال محدد، تعرفي انت عملتي ده ليه، او هنا هو انا ليه بفضل الحاجه دي عن الحاجه دي، فاهمه قصدي؟ اكيد. ما هو عشان قاعده كتير مع نفسي ممكن برضو تودينا لحته تانية خالص، مرض نفسي بقى، عمال عاتب نفسي وبقى عندي وسواس ودخلت في قصه تانية خالص. تمام. فانا هقعد ببتدي بخطوات صغيره جدا، بنفضل نبتدي بدقيقه دقيقتين ثلاثه لحد ما نوصل ده، وبعد ده بعد ما اتعرف على نفسي شويه ابتدي اسال اسئله الفضول. أوكي. هو انا بقى خلاص تعرفت على نفسي. أوكي. وما ينفعش في الستيب الاولانيه دي اللي هي بتعرف على نفسي شويه اصلح. انت مش عايزه يصلح؟ بصي هتبقى مجهده في، انا لسه بعرف اخد الحاجات اللي فيها مشكله اصلحها، استنى شويه صح؟ يعني احنا ينفع دلوقتي انا جبت مكنسه، انا اسفه في التعبير، جبنا مكنسه وانا ما اعرفش اي حاجه فيها وما قريتش الكتالوج، هعمل ايه؟ مش هعرف اشغلها صح. طب هو الاحسن نعمل ايه بقى؟ الاحسن ان احنا نقرا الكتالوج كويس. ما عنديش خلق اقراه بقى انا. بصي يا نانسي، انا ما عنديش خلق، انا هجرب. فهبتدي اجرب واعمل تجارب. ده رد لسؤالك الاولاني اللي هو احنا ليه بنقعد نجرب في حاجات وما بتظبطش، لان انا ما عنديش قرايه للكتالوج،
ما قريتش الكتالوج الاول، نقرا الكتالوج بقرأ... كتالوج نفسك عشان اه بس وبتخنق وبتضايق، هقرا كل يوم سطرين عشان صح. وبعد بقى بعد اهو ده ستيب 1 هقرا تاني حاجه هطبق بقى واحده واحده اللي جوه الايه الكتالوج الكتالوج واحده واحده. ايوه تمام. صح. فكره الناس، الناس زي ما احنا قلنا ستيب 2 ان الناس تكون تسال حد ثقه. انا حددت بالظبط نسال حد ثقه مش اي حد، أكيد حد انا بثق فيه جدا، بثق في رايه جدا، عارف ان هو حد عنده وعي وعنده خلفيه كويسه عن اللي انا بساله عنه، قريب مني مش حد بعيد. طيب، أكيد طب ما ينفعش نستغنى عن الناس خالص في حياتنا، لان احنا عندنا في شخصيتنا عشان نعرفها بنمر باكتر من مرحله. أيوة صح اول حاجه احنا في حاجات في شخصيتنا احنا بس اللي نعرفها. أكيد طبعا تاني حاجه حاجات احنا والناس نعرفها. أكيد تالت حاجه حاجات الناس بس اللي تعرفها. رابع حاجة حاجات ولا احنا ولا الناس نعرفها. كنت ثانية واحدة بس، اتفضل. ازاي الناس بس اللي تعرفها؟ اقول تتكلمي على شكل لا خارجي؟ لا لا هقول امال ايه؟ انا حد مثلا، مثلا نانسي انا شايفة ان هي حد اتراكتيف جدا، خلاص اوكي نانسي مش واخدة بالها من ده او مش شايفة في نفسها ده. ليه؟ ايوه، ما لان يبقى في انا حاجة، يبقى الشكل، ما يبقى صح، لا يبقى انا اتراكتيف بتكلم مش على في الشكل. الشكل، امال الجاذبية اتراكتيف في في السلوك ايه؟ في الاتيتيود. في الاتيتيود. اوكي تمام. طب اتيتيود يعني عشان بس في الاخلاق، عشان الناس في مش فاهمه سلوكياتها السلوكيات. لطيفة وقاعدة وليها حضور قوي جدا وبتعرف تسأل ازاي وعندها مرونة وبتاخد وتدي لطيفة يعني. اوكي تمام. بس نوضح بس الكلمه عشان ما لو انت حدش ما بقى احنا بتتعامليش نفهم. مع ناس حد هياخد باله؟ لا طبعا تاني حاجة نانسي نفسها ممكن ما تكونش شايفة ده كويس. طيب بتشوفه من عينين مين؟ زينة، سين، صاد، فاهمة قصدي؟ عيون فيبتدي الناس يقول يعني. لها، فتبتدي هي تعرف ان هي عندها الحاجه دي، فتبتدي تركز وتشتغل على نفسها فيها. دي اوكي من الصفات او دي من الحاجات اللي ما حدش بيبقى عارفها غير الناس، فاهمه قصدي؟ حاجات يعني مثلا لو انت عايشه في مكان لوحدك خالص خالص، حد هيقول مثلا انت حكيتك حلوه؟ لا طبعا صح. ما حدش شايفني. وخدي بالك احنا احيانا بقى بعيده عن ده كمان، احيانا بنشوف شكلنا او اتيتيودنا او سوري سلوكنا بشكل ايوه معين. ليه بقى؟ عشان احنا عندنا معتقد، المعتقد ده بيبقى في دماغنا احنا بس، اللي قصادنا ايوه ممكن ما يكونش عنده نفس المعتقد. يعني معتقد ايه؟ هقولك، لو انت مثلا نانسي معتقده ان الشاي لما بيتشرب بعد الساعه 7 بيسهرني، هتعمل ايه نانسي؟ اول ما تشرب الشاي هتعمل ايه؟ هتسهر. ده معتقد. زينه ما عندهاش نفس المعتقد، فهتقولك هاتي ايه؟ انا عايزه اشرب شاي هاتي عادي، ما اشرب شاي. تقعديش. صح كده؟ صح بالظبط. نانسي ممكن تكون عندها معتقد بنيته من هي صغيره شويه، خلاص. ان هي مثلا عندها حاجه لطيفه او حاجه مش لطيفه في شخصيتها، هي بنيته كده وهي صغيره، فضل طلع معاها طلع جدا. كبر معاها زينه مش شايفه ده عاش بيها. عشان ما صح عندهاش المعتقد اللي مبني عند مين؟ عند نانسي. صح فتبتدي تقولي نانسي، نانسي انت فعلا فيكي واحد واثنين وثلاثه. ايوه فهمتي؟ فدور الناس مهم ما ينفعش نغفله، بس مش اي ناس، مش اي حد نبقى محددين احنا مين. وانا دايما بحب نختار حد واحد في حياتنا هو ده. اخر حاجه اللي هي ولا احنا نعرفها، الحاجات اللي ولا احنا نعرفها ولا الناس تعرفها. طبعا هتقولي لي هي ايه؟ صح كده؟ اكيد طبعا. طيب هقول لك على حاجه. تخيلي نانسي مثلا عرفت انه في حد بتعزه جدا جدا هينط من البلكونه، ونانسي بعد الشر عليها يا رب رجليها بتوجعها قوي. اوكي المفروض انه في العادي جدا، في العادي نانسي مش قادره تمشي خلاص. طيب لو لقيت الحد العزيز عليها ده هيقع من البلكونه هتعمل ايه؟ هتحاول تقوم هتجري. بأجر صح كده؟ اكتر سرعة صح عندها كده؟ عشان تساعده. هي تعرف ان هي عندها المقدره دي؟ اكيد لا، ما هي بتظهر متعبانة. دايما بقى الحاجه اللي هي ولا حد يعرفها ولا الناس تعرفها ولا الشخص نفسه يعرفها عن نفسه، بتبان تحت ضغط. تقصدي ان كل شخص جواه مقدرة هو نفسه مش عارفها وبتطلع فجأة؟ برافو عليك. ولما بتعملي بحث بقى وتركيز دقيق جدا وتحطي نفسك تحت حاجات كتير وضغوط كتير، بتطلعي من عندك امكانيات رهيبه. انا بفسر دايما الوعي او عدم الوعي بان واحد قاعد على كنز، قاعد على صندوق كنز ومدد ايده بيقول حاجه لله، وهو قاعد على كنز تحت. طب ما اها انت تدور، ادور بس كده وافتح وانت الصندوق هتشوف. هتلاقي حاجات مش ممكن تتخيلها. اكيد طبعا. فالوعي ده لو احنا استخدمنا التركيز والواحد يسمع النفس، سئلت الفضول، سؤال شخص ثقه، عرفنا ده الكلام ده وطبقناه بشكل بسمول ستيبس او بخطوات بسيطه جدا، خطوات بسيطة. هتلاقي الدنيا تمام. وفي تمرين حلو قوي بحب دايما اقوله، انه جيبي الموبايل حطيه كده على
يعني اظبطيه على 5 مواعيد بطريقه عشوائيه جدا. طب اوكي، عشان يا جماعه تجيبوا الموبايل وتظبطوه بطريقه عشوائيه، بطريقه يعني على عشوائيه. ساعه، نص ساعه، على 5 دقائق، براحتك يعني، بس خلي متابعين يعني. هنجرب، خلي بالك. جدا ده هيفرق كتير ان شاء الله. ان شاء الله. وتلاقيه مثلا وانت قاعده كده بتاكلي رن، اول ما هو يرن تروحي مركزه جدا انت بتاكلي ايه وطريقه اكلك ازاي واصلا بتاكلي ليه، والاكل ده انت بتاخديه عشان هو انت محبطه وزعلانه ولا فرحانه ولا جعانه فعلا عشان ولا يعرف محتاجه نفسه تاكلي. اكتر، ده بيساعد ان هو يعرف نفسه. برافو عليك، انك بتلقطي نفسك بشكل عشوائي وتبتدي تكتبي المواقف دي عندك وترصديها، وبرده مواقف انفعالاتك تكتبيها وترصديها. لما تكتبي الحاجه وتقريها بتشوفي الحاجه كانها من شخص تاني، ايوه صح، فتقدري تحكمي بشكل حلو قوي. بتبقى خارج الموضوع فبتعرف برافو تبص عليك. تقرر انت جواكي وعندي ايه. وكمان ممكن تعمليها فويس نو، يعني تكلميها صوت، اسمعي يعني تسجلي الحاجه الموقف صوت وتسمعيه، تقدري تحكمي بشكل حلو قوي على الموقف لو عملتي حاجتين دول. تمام 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 اوكي. قولي لي بقى، هو انا تربيتي اللي اي حد بيتربى في البيت بتاثر على سلوكي وحياتي وشخصيتي؟ طبعا طبعا، على وعيك طبعا وصورتك الذهنيه عن نفسك طبعا. احنا عندنا اول طفوله المبكره، اول 5 6 سنين دول هم مرحله بناء الشخصيه. اوكي ظبطنا اول 6 سنين، ظبطنا بعد كده ان شاء الله. لو في مشاكل او في كده طبعا بيحصل لها تعديل، بس انا بشوف تبني البيت اساسه صح من الاول ولا تفضلي ترممي اكيد طبعا، نبني البيت من اساس قوي اساسه عشان بالشكل اللي انا عايزاه تطلع بالديكورات اللي انا حاجة عايزاه. كويسة. حصل مشاكل بس بناخد وقت اكبر عقبال ما نصلحها، غير لما بتكون في البدايه. تمام، فالمفروض نعمل ايه بقى؟ فالمفروض انت كحد عايز يبني بشكل صح او يكون صوره ذهنيه لابنه بشكل صح عن نفسه، يبتدي بقى يربي من ستيب من هو في بطن ماما. نبتدي بقى نتعامل باساليب التربيه الصح، نبتدي نعرف ايه هو المعايير ايه هي بقى اساليب التربيه الصح؟ احنا عندنا بقى عندنا اكتر من اساليب للتربيه، احنا عندنا التربيه دي مدارس، يعني مدارس كتير، كل حد بيتكلم في قولنا مدرسه بقى شكل. مدرسه. هو انا ممكن اقول احنا نعرف ازاي احنا بنربي صح؟ قولي. طيب احنا عندنا حاجه اسمها معايير التربيه، يعني انا اعرف من خلالها انا بربي صح ولا لا. انا مش هقول لك، انا هسالك وانتي هتقولي، عشان انتي انا ما شاء الله حد شايفه حد ذكي جدا قدامي. ميرسي. هو انا لو جيت قلت لنانسي بيبي معايا هي او نانسي بنوته عسوله قمر ما شاء الله، فبقول لك يا نانسي دلوقتي لو انا قعدت معاكي وعايزه اربيكي او نبقى سوا يعني، اوكي تحبي اوقف اللي انتي بتعمليه دلوقتي؟ انتي عملتي مشكله كبيره او عملتي حاجه او عملت بتعيطي، لو انا سكتك بشكل ما، اذا كان بقى في ضرب او اذا كان في محايله او اذا كان مثلا هجيب لي كاندي او هعمل اي حاجه، ولا افهمك؟ افهمك. انا ليه؟ بقى بتكلميني كنانسي، انا بقى افهمك صح كده؟ ما بحبش طب اسلوب ليه التحايل. ما اضربك؟ ما هو اسهل وبيسكت. لا، هيربي العنف عن جوايا وهيخليني اطلع انسانه مش طب ليه سويه. ما ازعقلك؟ ما هيسكتنا. لا، ما بحبش برضه. طب ليه ما اجيب لك حاجه حلوه واسكتك برضه؟ برشيكي. برافو عليكي. طيب هو انت لما تكبري وانا جبت لك حاجه حلوه وسكتك، لما يبقى عندك ولاد او شغاله في شغلي او انا لما اكبر كمامتك، مش عارف اتعامل في المجتمع، مجتمع هينفضني جدا، لاني مش هخلي حد اي حد رئيس فوقي او حاجه يطلب مني طلب او ترسيه بقى انت او كمان او كنت لسه تمسي اقول لك الموضوع هو بالرشوه صح؟ برشوه، طيب مش عارفه اتعايش. لو انا ضربتك بقى وخلاص ما كانش عندي سبيل غير ان انا ضربك، انت زنانه جدا وتعبتيني، هطلع عنيفه جدا. صح كده؟ وبرده هتتعاملي مع الناس بعنف، اول حد هتتعاملي معاه بعنف او هتتعاملي معاه بالرشوه مين تفتكري؟ مين بقى؟ مامي. مامي صح كده؟ صح، اللي هي اتعاملت معاكي بنفس المنطلق. طب هنعمل ايه بقى؟ ده طلعتي منه معيار، اهم معيار في التربيه، اهم معيار، اللي هو ايه؟ ان انا التربيه معيار الاساسي في التربيه اني ما اعلم مهاره طويله المدى، يعني اعلم بنتي المهاره اللي تفضل معاها طول عمرها، مش اطلاقا اوقف السلوك بشكل مؤقت. احنا تمام بقى بنعمل ايه؟ صح كده، كلنا بنعمل ايه؟ بنوقف السلوك بشكل احيانا مؤقت، بنعمل ايه؟ بنمشي بنوقف بنجيب السلوك حاجات بشكل حلوة. مؤقت. طب خلاص معلش بتاع، ليه بوقف السلوك بيستسهلوا. بشكل مؤقت؟ برافو عليكي برافو عليكي، عشان احنا بنعمل ايه يا نانسي؟ بيستسهل. نستسهل، لان التربيه محتاجه مجهود كبير، محتاجه طاقه، محتاجه صبر. يعني انا بقول ان الامومه 3 حاجات، ايوه صبر، حب غير مشروط، حكمه. عندك ال3 حاجات دول بقيتي سوبر ماما. بقيتي سوبر مامي. سوبر ماما خلاص،
عندك صبر عن انك تدي الحاجه وتصبري وتشوفي نتائج، مش عايزاها دلوقتي. هو انت اكيد. اه انا ممكن لو ضربتك هتسكت، ايوه هتسكت صح. هتسكت، لكن هيتربى عندك في نفسيتك غل حقد، او تطلع شخصيه جبان ضعيفه جدا مالكش. انطوائيه ايوه صح. اه كده، او شخصيه متمرده جدا. او شاء الله. واول حد بيطوله اللي هو عمله ده الاب والام. ونبدا بقى نخش في استدعاءات ولي امر برافو عليك، بالمدارس برافو ونشوف حاجات بقى صح. وعنف، ومن غير ما بيفكروش، بص بيرقوا هقول لك العقل وبيبداوا صح بالايد جدا بس صح جدا او صح بالالفاظ اللي تحسسهم صح ان هم موجودين مش اكتر. يبقى احنا قلنا اهو اول معيار في التربيه ان انا ابني مهاره تفضل مع ابني او بنتي طول العمر، مش ابدا اعمل ايقاف سلوك ايقاف مؤقت للسلوك. تمام، يبقى كده اول معيار. تاني حاجه في معيار التربيه ان يكون في احترام متبادل، فاهمه؟ انت عارفه اني حتى انا سمعت قبل كده اقول لك بر ولادك عشان ولادك يبروك. برافو عليك. فلا انت النقطه دي اصلا مهمه جدا، كان في اللي بيعامل صح ولاده من غير ما يبرهم، صح البر مش للكبار بس، بر ولادك لما يكبروا هو هيبقى اصلا هي عمليه، بصي فيها موازنه، انت هتبري دلوقتي وهتتعاملي بالشكل الصح هتحصدي. هتحصدي اللي انت زرعتيه. تمام، طيب يبقى احنا عرفنا اول معيار ان احنا بنعمل بنربي او بن بن بنكتسب مهاره دائمه طول العمر، مش بنعمل ايقاف سلوك مؤقت. تاني حاجه الاحترام المتبادل، يعني وانا بعمل حتى لو الموضوع فيه عقاب، حتى لو الموضوع فيه حاجه بيكون فيه احترام متبادل، أكيد. اتعامل مع ابني كانه شخص، مش انا حد ليه سلطه، كاني شخص، فاهمه قصدي؟ أيوة يعني انا مساوي ليه في كل الحقوق. صح. هو بيحس زيك، ده الطبيعي، هو بيحس زيك، عنده مشاعر زيك، بيفهم زيك، ادراكه زيك، مع اختلاف ايه بقى؟ خبراته غير خبراتك، صح. لان انت مريتي بحاجات كتير جدا. هو ده الفارق اللي يخليكي لفتره ما تقدري تقولي له مثلا ايه رايك نعمل كذا ولا نعمل كذا. زي مثلا لما تيجي تطلبي حاجه من ابنك قولي له ايه، مش روح هات لي ميه، لا لو سمحت هات لي ميه، مردوده، هيردها برافو لك عليكي، لو سمحت يا مامي هاتي برافو لي ميه. برافو. لان احنا عندنا من بصي كل اللي احنا بنقوله ده اهم حاجه بقى كمان فيه، الاحترام دي نقطه برافو الاحترام. عليكي، وانه التعلم اصلا او التربيه اصلا 80% منها بالمشاهده والقدوه. صح انا احترمتك هتحترمني، لقيتني صح بحترم بابي هتحترمني، صح لقيتني بكلم الراجل اللي بيساعدني او بيجيب لي حاجه من الشارع بشكل معين ايوه. هتحترمني. انت بساعد الناس الناني مثلا هتساعد اه الناس. بالظبط، لانه احنا مهما قلت مهما عملنا محاضرات ومهما اتكلمنا واحنا مش قدوه مفيش. لاولادنا، هم بيتعلموا دي كده، ده اسمه يعني احنا بنتعلم بالادراك والمشاهده، يعني انا بشوف فبقلد، عشان هما فاهمه؟ لسه اطفال، برافو عليك. هيشوفوا في مين يعني؟ بس ما يشوفوا في مامي فاحنا ويشوفوا في بابي برافو بس. 6 سنين الاولانيين احنا مش مسؤول اي غلط او اي حاجه عند الطفل، كل مسؤولية المسؤوليه الأهل. الكامله الاسره. صح. طيب تمام، فاحنا عرفنا اول معيار اللي هو السلوك، تاني حاجه الاحترام المتبادل، انه دايما يكون في احترام بيني وبين، تالت حاجه ودي مهمه جدا، حس الطفل بالانتماء والاهتمام. طب طب ما هو ممكن يكتسب من اللي حواليه حتى من قبل ما يكبر، في المدرسة، تمام في أي سلوك بياخده تمام من حد من أصحابه، في نادي، في ابن حد من أصدقائهم، ممكن يكتسب أي حاجة طيب تانية خلينا متبقاش عارفين مننا احنا. ومتقبلين احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا، والطبيعي انه هيكتسب من ده. بس انا ربيت ازاي؟ انا عرفت ايه؟ ايه هي كانت خلفيتي في التربيه؟ صح. الحرام والحلال، صح؟ ايوه طبعا. هو انا خلفيتي في التربيه بتكون ايه؟ الحرام والحلال، ايه الحرام وايه الحلال؟ لما اكون معرفه ابني كذا كذا كذا، وشفنا نماذج كتير جدا من اصدقاء عندهم في سوء سلوك او عندهم مشاكل سلوكيه، لكن في ولد منهم طلع حد كويس. صح. ليه؟ لان انا كنت عندي خلفيه في الخلفيه التربويه بتاعتي مسنوده على الحلال والحرام، وعارفه انا بعمل ايه. فلو ربيت صح هو الطبيعي ان بيقابلنا مشاكل طب ابني كلنا. دلوقتي جه اخد سلوك مش صح من ولد زميله تمام ايا كان المكان، تمام، ازاي اتعامل معاه؟ احنا لو عندنا معايير التربيه اهو، انا ابني عنده جه مثلا كان في مشكله بينه وبين زميله وهو اعتدى عليه مثلا بالضرب، بسمع ابني. ما هو انا مش هو دلوقتي متربي على المعايير اللي انا حطيتها له، اهو اكتسب حاجه من بره، تمام، انا اتعامل معاه ازاي؟ اسمعه الاول. ما هو بصي انا اعرف ابني جاي بصفه مش صح، مش لازم افسح له المجال دايما. انا عندي حاجه لطيفه جدا عشان تحلي ثلاث ارباع مشاكل التربيه، تعملي ايه؟ ايه حطي بقى؟ نفسك مكانه، يعني انت كبيره، ماما كبيره، وممكن تكوني عملتي تصرف ما غلط مش شبهك. صح. اول حاجه تحسي بيها ايه؟ تأنيب الضمير. ده عشان انا كبيرة. هو برضو في سن كويس،
ما هو احنا بنبتدي نختلط قوي ونروح النادي ونروح المدرسه ونبتدي نعمل حاجات بعد ما يبقى عندنا 7 8 سنين، فاقدر احكي، طب اقدر لما اقول يرد ويقول يا مامي انا كل اصحابي بيعملوا كده. برافو، ده كلهم اصلا بلا استثناء بيعملوا نفس الكلام، بيقولوا كذا كذا كذا. واحنا فاهمين ولادنا واحنا بنربيهم ان مفيش حاجه اسمها سياسه القطيع. يعني ايه سياسة انت القطيع. مميز؟ ما خدي بالك احنا لو عملنا تالت حاجه في المعايير بتاعه التربيه، الانتماء والاهتمام. لو في انتماء واهتمام يعني انا منتمي ليك وعارفه ان انت شخص مميز، واضفنا ليه الحب الغير مشروط اللي احنا قلنا عليه واتكلمنا عليه ان انا بحبك من غير اي حاجه لان انت ابني مو مميز. المميز ما بيمشيش ورا القطيع، المميز بيشتغل عقله بيفكر. غلط ما نرجع بيديش سنة غرور شوية، يبقى في ولد مغرور أو بنت مغرورة إن هو اه مميز. ليه بقى بنعمل ايه احنا عشان ما نعملش ده خالص؟ ما بنمدحش ابدا في التربيه، ما بنحاول بقدر المستطاع ما نمدحش الطفل، نمدح السلوك. يعني ما اجيش اقول له انت اذكى ولد، نقول له المساله اللي انت حلتها دي كان محتاجه ذكاء، او انت مش خطك احسن خط. عارفه انت لا بتقولي ده مهم جدا، لان كل المامز واي حد بيتعامل لا انت اذكى واحد برافو اه عليك انت بيعمل اشطر ايه واحد بقى؟ برافو عليك، بيعمل ما سنة بيمدحش غرور الفعل بيمدح وبنعمل الشخص. مشكلة. صح ايوه صح. احنا لازم دايما على فكرة حتى مش مع الولاد، حتى مع الرجالة والستات الكبار خلينا نمدح. لان خدي بالك مع الولادة الصغيرة بيحصل ايه بقى؟ لو انا قلت انت اذكى واحد، انت احسن واحد، انت كذا، هيكون صورة ذهنية عن نفسه ويشوفها ويطلع بيها طول عمره ان هو افضل حد. طب انا افضل حد واتعامل مع الناس بشكل مختلف على غير بقدراتي وامكانياتي الحقيقيه. لكن لو انا مدحت الفعل، على فكره خطك جميل او خطك بقى احسن او بقيت ابتديت تتحسن، مش انت واو وبتعمل حاجات اجمل حاجه في الدنيا، ما ده طب بيطلع قولي لي، في مامي كتير بتبقى ولادها مش شاطرين في المدرسة ومش متفوقين وفيهم يعني فيهم عيوب كتير، بس ما بتبقاش مقتنعة بده، يعني مشكلة هنا من عند الأم نفسها، تمام. لا أنا ابني شاطر، لا أنا ابني شاطر، لا طيب أنتوا اللي غلط. بصي، هو احنا عندنا مشكله بحاجتين. اول حاجه ان احنا شايفين الجانب الاكاديمي، الجانب الاكاديمي ده يعني من الحاجات يعني لحياه او موت بقى. يعني انا ابني لو مش شاطر في المدرسه يبقى كده انا حياتي كلها باظت، وانا عايش عشان هو يبقى شاطر وانا كذا وبتاع. موقفة حياتها اه ما عليه. هو في حياتي. اولا احنا يا جماعه عندنا انواع من الذكاءات، مش ذكاء واحد. الذكاء الاكاديمي احدى انواع الذكاءات دي. احنا عندنا ذكاء كتير. يعني هتلاقي بنوته لطيفه جدا، اولا ما كانش شاطر في المدرسه خالص وتلاقيه بقى بيزنس مان رهيب، ايوه دي حقيقة. صح كده؟ اه طبعا وتلاقي تلات ارباع اللي ما كانوش الشاطرين بس تلاقيهم كده مش عارفين يكونوا فلوس حتى. مش عارفين حتى يشتغلوا، ايوه مش لاقيين ايوه شغل. برغم ان هو حد كان شاطرين جدا اكاديميا، دكاتره بقى ومهندسين ايوه يعني، صح وقاعدين في كده؟ البيت يا عيني. لان هم عندهم نوع واحد من انواع الذكاء. انا عايزه الامهات يبقى عندها بصيره اكبر انه ابنك دوري في ولاد عندهم ذكاء رياضي، صح هتلاقيهم متفوقين جدا في الرياضه. ما تركزي على ده انا كده، ليه؟ انا كنت كده على فكرة. انت عندك كل انواع الذكاءات، انا لاحظت ده في اللي احنا قعدناه ما شاء الله عليه. فخليني اقول لك، لو احنا قاعدين وانا لقيت حد متفوق جدا رياضيا وانا كل تركيزي في انه يتفوق اكاديميا، هقتل ده وهقتل ده. صح؟ دي حاجه. ده كده في موضوع الايه؟ ان انت السؤال اللي انت سالتيه في موضوع ان انا ليه الام بتبقى. تاني حاجه بقى ودي المهمه جدا، ان احنا كامهات عندنا حاجه كده لطيفه اسمها عيوب الادراك طب وعيوب قبل ما التفكير. تخش في عيوب اتفضل. الادراك، ليه الطفل بيبقى ممكن يكون كويس وطول لحد فتره معينه، اول ما بيوصل لمرحله المراهقه بيتحول تماما؟ طيب خلينا نقول بقى، نرجع تاني للاول، احنا ربينا ازاي؟ انت لو ربيتي بالمعايير اللي احنا اتفقنا عليها هيجيلك مراهق لطيف. اه في مشاكل بسبب شويه الهرمونات والحاجات اللي بتحصل، بس مراهق عنده خلفيه تربويه قويه. والله يا دكتور كله بيتحول، يبقوا زي ما هو الفل ايه وبعد ليه كده كله انت زي الفل؟ ده بيتحول. اللي هو اتعمل له ايه؟ ايقاف مؤقت للسلوك. فاهمه قصدي؟ يعني اه انت ما كل بدأش بيزعق لك من التربية اللي انت تقصدي هو عليها ستيب التربيه باي ستيب. التربيه الصح ان انا في بيني وبين. هو احنا معظم المراهقين بيبقى الخلافات بين الاب والولد او الام والولد مثلا. ليه؟ هو عايز حاجه وماما شايفه ان ده مش صح، صح كده؟ هو عايز يخرج مع اصحابه وهما حاسين انه مش على قدر المسؤوليه. طب ما انا لو ربيت حد على قدر المسؤوليه، لو ربيت حد انا في بيت ديمقراطي هو يقدر ياخد ويدي معايا في الكلام ونوصل لافضل الاختيارات، علمت ابني ازاي يختار اصحابه، علمته انا وهو ازاي يشوف الصح والغلط ويجي هو يقولي عليه، دخلت ابني في مشاكلي الاسريه وشرحتها له وقلت له قولي رايك،
طب انت شايف هنا صح ولا غلط، طب انت شايف نعمل ايه هنا. خليته ليه زي ما قلنا في ثالث حاجه في معايير التربيه، نظرة في الاهتمام حياته والانتماء، خليته منتمي لبيته. وليه نظرة، برافو هو ليه عليكي. رأي لما صح؟ يبقى مراهق بقى بيكتسب بقى كل اللي اكتسبه غلط في حياته وهو طفل بيطلعه في فترة برافو البراءة. عليك. ليه؟ لان السلطه قلت وخفت وهو شاف نفسه بقى راجل وكبير ومش عايز سلطه. طب لو احنا اصلا ما فيش سلطه، احنا بنتعامل باشخاص كاشخاص متساويه زي ما اتفقنا، وانه بيتنا ديمقراطي جدا وفيه خد وهات، هيحصل مشاكل كبيره، هيحصل مشاكل، لكن مش المشاكل الفظيعه اللي حتى بنشوفها انا كلنا. اتعلمته وعلمته انه في مناقشات، في ناخد وندي، واسمح له بشويه تجربه وتحت حتى لو التجربة دي مراقبتي. وحشة، لا لا ما هو في تجارب لا اللي بيروح طبعا فيها ما تحت بيرجعش. مراقبه، لا طبعا احنا اللي ما يروحش ما يرجعش، ده شخص غير متميز بيروح ورا القطيع، مش متربي بالشكل اللي احنا قلنا عليه. على فكرة في ناس كتير بتبقى متربية كويس جدا وبتضيع في فترة المراهقة. خليني اقول هي متربيه باني شكل. بصي احنا دلوقتي عندنا نوعين من التربيه زي ما اتفقنا، التربيه اللي هي ايقاف مؤقت للسلوك، ان انا بزعق او بشخط او بجيب هدايا او مدلعاه جدا او شايفاه لطيف او كذا، دي بيحصل لها مشاكل كتير قوي بعد كده. طب لو انا دلوقتي بيني وبينه في اصلا بوابه للمناقشات، هو هي الكارثه بتحصل امتى اصلا؟ تعرفي لو انا وانتي صحاب، انتي صاحبتي وكل حاجه بتحصل انا مدياكي مساحه من الحب ومساحه من مفيش خوف، وبنقعد انا وانتي نتكلم في كل حاجه. طيب تفتكري هيحصل كارثه؟ عارفه هي الكارثه بتحصل امتى؟ امتى؟ لما انا ما ببقاش عارفه اي حاجه، فيبتدي ابني خايف ساكت، يبتدي يتحرك يروح لحد مش مناسب، ساكت يبتدي يتحرك يروح لحد مش مناسب، تكبر تكبر تكبر، المشكله الصغيره تبقى ايه؟ كارثه. صح؟ صح. لكن لو بدأناها من الاول وصلحنا الموضوع، جت قالت لي مثلا انا اعرف فلان او انا عرفت فلان او ابتديت اعمل كذا، ومن الاول ابتديت انا لحقت الموضوع لاني اصلا فاتحه بوابه للمناقشات. صح؟ مش هنوصل للكارثه، لكن بنوصل لان احنا مفيش علاقه بيننا، مفيش تواصل. كانت موضوعنا ايقاف سلوك مؤقت او نسكت او ما نتكلمش. نقف بقى عند ايقاف سلوك مؤقت، خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع الدكتورة زينة زايد. هذا البرنامج برعاية رجعنا لكم تاني مع ضيفتي الجميلة دكتورة زينة. عايزين بقى نرجع نبدأ بإيه؟ أنا دلوقتي أم مش عارفة أنا بربي صح ولا بربي غلط، إزاي أعرف إن أنا ماشية صح؟ إزاي أعرف حتى لو يمكن بنفس الطريق اللي أنتي قلتيه بس ممكن تكون غلط، تعرف إزاي إن هي صح؟ أول ما تشوف إن علاقتها بابنها مبنية على الاحترام، انه هي بتقدر تعمل كنترول على اعصابها بشكل او باخر، ان هي مستنده على معايير التربيه اللي قلناها في قبل الفاصل، ان هو الولد حاسس بالانتماء، حاسس بالاهتمام، الانتماء الاسري، او حاسس انه طفل ليه اهتمام او ليه قيمه في الاسره. الام عندها يعني حساسه جدا، اول ما يظهر اي سوء سلوك للطفل هتعرف انه هنا في ايه مشكله، في حاجه مش ظابطه في التربيه. تدور بقى تبتدي ايه بقى السبب، ايه السبب. عندنا يعني اكثر من شكل من سوء السلوك بيقلقني جدا، بيخليني ايه ده ارجع كده خطوتين، هو انا كده ماشيه صح ولا ماشيه غلط، وابتدي اقلق. ايوه صح. زي ما احنا قلنا معايير التربيه زي ما قلناها قبل الفاصل، لو احنا ركزنا عليها جدا وعرفنا احنا خطواتنا ماشيه ازاي، هو فعلا في انتماء، في تحضر، في احترام، و و و، هبتدي اعرف انا ماشيه صح ولا غلط. ولو لقيت الدنيا ماشيه بيس، ما فيهاش اي سوء سلوك، الدنيا لطيفه، طب خلاص انا كده ماشيه في الطريق الصح. لقيت بقى في سوء سلوك او في حاجه بتظهر مش طبيعيه او على عكس ابني او على عكس شخصيه ابني، ابتدي بعد كده اخد نفس بقى وافكر، بفكر ايه اللي غلط اللي انا بقى عملته، ونرجع تاني بقى نبدا من اول وجديد، ندور بقى على حاجه كده في اسمها التربيه. ايه، في ما وراء السلوك. فيما وراء السلوك. هو انا مثلا تتخيلي طفل عنده 6 سنين او 7 سنين سرق، سرق ابني كده حرامي، كبيرة دي كده حرامي، لا ممكن يكون عجبته الحاجة فخدها، بس طبعا دي في كل تحت اي ضغط دي سرقة. اوبا
دي بقى اسمها ايه اللي انت بتقوليها؟ دي اسمها عيب من عيوب الادراك، اسمه التعميم. اسمه ايه؟ التعميم. حد عمل حاجة بشكل جديد لأول مرة بيعملها في سن صغير، ابتدي اقول يعني واحد واقف قدام المقلة بتاعت اللب، ولد صغنن خد شوية لب، راح انا اقول ده انا كده هو عمل ايه؟ سرق. سرق، خد 10 جنيه من جيب بابا. ده بصي هقول لك على سرقة، حاجه. سرقة على فكرة. لا هقول لك سرقة على سرقة حاجه. كل دول. لا هقول لك على حاجه. انا بقى في دلوقتي مدارس للسرقة. لا مش مدارس. لا مش مدارس سرقه، بس انا بالنسبه لي كنانسي، لا اول مره انا فاهم دي ما ينفعش تعمل التصرف ده، عشان كده انت داخل في حته ممكن يقال عليك ان انت بتسرق. لكن دي روح يا حبيبي اعتذر لصاحبك مثلا وقول له معلش انا اسف انا اخدت دي غصب عني، ما شفتهاش بحسبها بتاعتي. تصرف تصرف كويس جدا، لكن خليني اقول لك لو اتكررت تاني يبقى انت كده حرامي. يبقى انت كده حرام. لا لا بس خليني اقول، هو التصرف بتاعي طبعا لطيف جدا، بس خلينا نقول على كام حاجه. كل طفل، كل سنه وكل مرحله من العمر ليها حاجه اسمها احتياجات نفسيه. طيب الاحتياجات النفسيه دي بتفرق ما بين سن لسن، فلو مش موجوده او غير مشبعه بتعمل لنا سوء سلوك كده غريب، حتى احنا الكبار، فاهمه؟ حتى احنا الكبار لو الاحتياجات النفسيه بتاعتنا مش مشبعه بتلاقينا رايحين في سكه تانيه كده، في عندنا سوء سلوك غريب. اكيد طبعا. تمام. لو طفل في سن صغير 3 4 سنين خد حاجه، ده طفل ده اولا في المرحله او مظاهر نمو نفسيه دي، ده الطفل ده مش عارف اصلا الخصوصيه، يعني معرفش مين بتاع ايه، ما عندوش ال 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 القيمه دي بتاعت الخصوصيه، مش فاهمها. فبالتالي لما ياخد حاجه لا يطلق عليه حرامي اصلا، لانه انا مش عارفه ده ايه، اول مره ولا تاني مره؟ لا كل المرات في سن من 3 4 سنين هو ما عندوش مفهوم الخصوصيه اصلا، يعني في ان كل الحاجه المرات؟ الحاجه لا دي معلش يا خاصه. دكتور لحظه واحده. طيب لا معلش لحظه واحده. طيب ازاي في كل المرات؟ لا انا ربي ابني لا هو انا مش مره بتكلم واتنين اوكي واقول ثلاثه، لكن رابع مره يبقى ده سلوك فيه حاجه غلط. طب خليني بس اوضح لك انا اقصد ايه. دلوقتي انا ابني خد حاجه فعلا، انا معتقد ان هو كده حرامي، المعتقد ده خاطئ ماشي. في السن ده. هو ليه؟ خاطئ هفهمك. طيب قول. ماشي هو خاطئ، بس اول مره وتاني مره مثلا نعديها، لكن بعد كده لا في حاجه غلط. هو انا ولا قلت نعدي اول مره ولا قلت نعدي تاني مره، ما قلتش كده خالص، انا قلت ان هي ممكن تكرر، ما قلتش ان هي نعدي خالص. احنا انت هنعمل بتقولي ايه في كل المرات يا في دكتور؟ كل المرات؟ هو برضو مش فاهم معنى الخصوصيه، لان انا بقى هي دي اللي انا عايزه اتكلم فيها. اوكي انا في السن ده اللي هو من 3 4 لحد 4 سنين ما اطلقش ان دي سرقه، لكن افهمه ان هو في حبيبي حاجه اسمها كل حد ليه حاجه خاصه بيه، ما ينفعش حد ياخدها. اشيل كلمه سرقه لان هو اصلا ما عندوش المفهوم ده اصلا، لسه ما وصلوش. بنفهم بنوصل له من بعد سن 8 سنين 7 8 سنين، فاهمه قصدي؟ انا ابني صغير ابتدى خد حاجه من زميله، ما جيش اقول له انت كده حرامي او سرقت. ما هو ما حدش بيروح يقول انت حرامي ولا سرقت، لا بس بنقول بيقولوا له انت حرامي وسرقت. طبعا تيجي في نفس يا سن انت اربع سرقت سنين ازاي؟ انت بيقولوا كده انت سرقت كده هتبقى حرامي وهتروح النار وهتعمل كده تاني، مش بتشوفيهم ان هم لا مثلا؟ هو ممكن تفهمه من ناحيه اخرى ان انت تفهمه التصرف بقى ده ايه؟ مش صح، تمام. وان ده ممكن لما تكبر او لو فضلت مثلا تتعامل بالاسلوب ده هيقولوا عليك كذا، عارفه عامل لكن ما زي حدش ايه؟ بيقول اربع عارف سنين عامل انت حرامي. دي عارف عارف انت كده معناه ايه؟ عارفه اللي بتكلمي ياباني؟ يا بني مش انت عايزه ايه بالظبط؟ اذا كنت مش فاهمه يعني ايه اللي انت بتقوليه، فاهمه قصدي؟ يعني يجي لا لا طفل لا 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 صغنن. لا لا انت بتتكلمي على ايه؟ ده الاطفال دلوقتي ده هم يعرفوا اكتر مننا، هم دول بقى اطفال اصلا؟ صح. هم دول اطفال؟ لا ده هو يقعد معاكي يطلعك انت اللي حراميه وهو ما سرقش حاجه. عشان هو جاب المعلومات منين؟ من حواليه، من السوشيال ميديا او الناس او كذا. هو حبيبي لسه ما تكونش المفهوم برضه، هو بيردد، فاهمه قصدي؟ انا بس عايزه اوصل لك عشان المشاهدين كمان يفهمون. تكوين المفهوم ان ده ملكيه او ده ملك حد ما ينفعش نقربه او ناخد منه مش عنده، فكل حاجه مباحه ومتاحه. هتلاقيه راح عند صاحبه خد لعبته وهو ماشي، هو مش قصده ياخد يسرقها، هو مش فاهم ان هو كده بيسرق خالص، فاهمه؟ لا خد لعبته وهو ماشي دراها مش ولا فاهم. ما هو ثانيه واحده، نعم دراها دراها. ولا خد عادي اللعبه، ولا خد اللعبه ومشي قدام الناس دراها عشان دراها، يبقى صاحبه ما هو عارف ياخدهاش ان هو منه، بيعمل مش حاجه غلط صح؟ طب ليه ما نقولش ان هو دراها عشان مش عايز صاحبه ياخدها؟ مش عايز، بس ما هي انا بتاعت خدت من صاحبه عندك، اساسا. انا صغنطوطه خالص، خدت من عندك لعبه، ما مش عايز يشوفها وياخدها،
منه وهو ماشي. يبقى برضو احنا مهاوة كده برضو اناني. لو انت بتتكلمي ان هو مداريها من صاحبه اللي هي اساسا لعبته ماشي، فهو كده اناني يعني، برضو في مشكلة. تاني حاجة بصي بقى، اناني عشان عمل غلطة، ده برضو تعميم. تعميم؟ ايوه. لا ده احنا كلنا بنقول ان انت اناني. ما بقى احنا بقى احنا عندنا حاجة اسمها ايه، عيوب التفكير والادراك. احنا في شخصياتنا هتلاقي عندنا اكتر من عيب، كلنا بلا استثناء. احنا عايزين الهدوء ده يا دكتور تديه لنا شويه عشان نعرف نربي ولادنا والنبي. هو يعني الموضوع يعني صعب. احنا عايزين الهدوء ده. احنا قلنا ايه؟ احنا مفيش قلنا حد هادي كده مع ضغوط الحياه صح. والشغل هو احنا بنشتغل والمسؤوليه. بنتضغط ليه؟ بيطلع عينينا ليه؟ عشان وبهدلين ليه؟ خاطرهم، عشان خاطر مين؟ عشان خاطرهم. يبقى بس الاولويه مفيش لايه؟ لاولادنا طبعا. والاولويه لتربيتهم بالشكل الصح ولا لا؟ ايوه طبعا. بس صح. مفيش حد بيتعامل بالهدوء. ما احنا قلنا ما في. بصي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الايه؟ طبعا انت الصبر بتتكلم، انت بالتصبر اكيد. بس والحلم بالتحلم. هو الناس كلها اكاديميه زي حضرتك؟ حضرتك اكيد اكاديمي ما صح؟ احنا بنفهمهم بقى، بنشرح لهم ده عشان هم الدنيا تنور ويبتدوا يتعاملوا. عشان بتجيليش ام بعد 10 20 سنه اللي بشوفهم عندي تعيط تقول لك انا تعبت وطلع عيني على ولادي وفي الاخر صح. بس هو مفيش. فعلا بيحصل. ليه؟ عشان هي ربت من الاول غلط، وهي كانت شايفه، هي كانت شايفه كانت شايفه انها ان هي بتربي بتربي انها صح، صح. وكانت شايفه ان هو اناني، كانت شايفه ان هو بيسرق وهو صغير كده عادي نقول عليه حرامي او مش صح او 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 صح. صح. طيب ما انا بعمل مجهود، والامهات والاباء بيبذلوا مجهود رهيب رهيب يا نانسي. انا عارفه. طيب طب ما انا ابذل المجهود ده في مكانه الصح بطريقته الصح، ما كده كده المجهود مبذول، كده كده انا بتعب وطالع عيني صح. صح. طب ما انا احطه في حتته الصح، اتعلم واعرف. الام الواعيه تبقى واعيه ومتطوره وفاهمه ودارسه وقاريه وتحط نفسها مكان الطفل و و و و و و و وتبتدي مجهودها المبذول. على فكره هيبقى اقل، مصاريفها هتبقى اقل، هتعرف اولوياتها لمين. انا طالع عيني من الساعه 7 الصبح الاب لحد الساعه 12 بالليل، شوفي مثلا الابهات بتشتغل قد ايه عشان اجيب فلوس. وفي مش الاخر الابهات بس اللي بتشتغل يا دكتور على فكره. كله انا عارفه ايوه بس الاب اقصد والام لو مثلا كده. سمحتي. اه فالاب والام اكيد والله. فلو عملوا كل ده وفي الاخر لقوا نتائج مش اللي هي عايزينها عشان هم ما عرفوش اكيد الطريقه الصح، هيزعلوا طبعا. مش اكيد هيزعلوا، هو شاء عمرهم راح كده. أه لا صح. اكيد. اه طيب طب انا ليه ما اعرفش الطرق الصح؟ ليه ما اتعلمش الصبر؟ ليه ما اتعلمش المهارات اللي هتساعدني اكون احسن؟ ما هو انا كده كده بعمل مجهود يا جماعه، دي نقطه خلافي مع كل الناس، انا كده كده بعمل مجهود. طب عايز اسالك سؤال. اتفضل. في امهات انا بشوف بيربوا صح جدا وماشيين على طرق صحيحه ما فيش فيها غلطات يعني، بس اي يعني كل ما يجوا يوجهوا الطفل للحاجه الصح بيفتح في البكاء وكانك بتقتليه، ما بيسكتش. تمام. ده ايه الحل بقى؟ بصي خلينا نقول بس ان فكره ان حد بيربي صح 100% مفيش الكلام ده. اسمعي بس والله هقول الغلط. احنا في ولاد زنانه اصلا بطبيعتها زنانه كده. خلينا بس لا لما نقول. بيتوجه انه يعمل الصح بيفضل يعيط بس. طب احنا عندنا للزن ده ليه سببين. ايه بقى؟ طفل مدلل، طفل مدلل ملبى طلباته، او العكس طفل عليه حمايه زايده وعليه يعني بقى ايه ماشيين بالورقه والقلم. اوكي. دلوقتي عندك كذا، مفيش مرونه في التعامل، مفيش فاهمه، فيبتدي الطفل. هو الزن ده ليه؟ هو الزن ده تعبير عن ايه؟ ما انا بقول لك هما بيربوا صح قوي. هو مين اللي قال ان هما بيربوا صح قوي في ايه؟ يعني ايه اللي انت شفتيه بيتعمل فيبتدي نقول نربي صح؟ قصدي منضبطين قوي. صح؟ قصدي ايه؟ ام سوري منضبطين. سوري منضبطين. منضبطين. اه صح؟ جدا. اه هو هي هو التربيه الصح مش انضباط بس، الحزم من اهم اسس التربيه، لكن قبل الحزم في الحب والمرونه. صح. طب ما هو انت هزني ليه وانت مكتفي؟ انا بزن عشان اكتر من حاجه، اولا بعبر عن غضبي بالزن، غضب جوايا. او بلفت انتباهك كأم. ايوه صح. طب انا ليه هلفت انتباهك وانت مدياني اهتمام وانتماء اللي احنا قلناه في معايير التربيه في الاول؟ فاهمه؟ اولا بطبعي في ولاد زنانه عشان بس ما نحكمش كده، في ولاد زنانه اصلا. طب انا عرفت ان ابني زنان، اتعاطف معاه؟ اتعاطف معاه اللي هي ازاي عشان بتتفهم غلط؟ اقول له انا حاسه بيك واسيبه يكمل زن. ابني هيزعل، يزعل، لكن ما يحسش ان انا ام قاسيه. تعاطفي معاه مش هيحسسه ان انا ام قاسيه، لكن هيحسسه ان انا رافضه للسلوك. انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. بصي الحلقه خلصت.
وانا وبجد زعلانه لسه كان في كلام كتير لسه ما خلصتش. احنا الكلام ما خلصناش. شرفتيني والله. تسلمي لي. وكان لقاء انا اتبسطت جدا واتمنى ان الساده المشاهدين يكونوا وصلوا وصلهم كلامك واستفادوا من كل كلمه انت قلتيها. انا اتبسطت جدا معاكي يا نانسي وبجد فخوره ان في شباب زيك بيفكروا بطريقتك وعايزين يعرفوا كل الحاجات اللي تخلي الدنيا افضل وبيعملوا حلقات جميله زيك. حبيبتي قوي قوي. حبيبتي شرفتيني. تسلميلي يا رب. تسلميلي. اعرفوا نفسكم وفكروا صح وحطوا اهداف وامشوا عليها بالطريقه الصحيحه عشان توصلوا للي انتوا عايزينه بنجاح. استنوني في الحلقه الجايه يوم الثلاثاء ان شاء الله، في مفاجآت كتير. والسلام عليكم.